تواصلت المسيرات التضامنية مع النائب السابق مسلم البراك والمعتقلين الشباب الليلة الماضية لليوم الرابع على التوالي، حيث حدثت مواجهات بين القوات الخاصة والمتظاهرين نجم عنها حدوث عدد من الإصابات وتسجيل العديد من الاعتقالات. في يومها الرابع ومسيرتها الكبرى كرامة وطن الثامنة التي انطلقت من المسجد الكبير باتجاه قصر العدل، واجهت المصير نفسه لمثيلاتها في الأيام الثلاثة الماضية، إذ فرقتها القوات الخاصة باستخدام كثيف للقنابل الصوتية والدخانية. المواجهات أسفرت عن عدد من الجرحى، بينما اعتقلت قوات الأمن عددا آخر. وزارة الداخلية التي وجهت بانتقادات كبيرة لطريقة تعاملها مع المسيرة نفت استخدام القوة الخاصة للرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع، مؤكدة أنها استخدمت فقط القنابل الدخانية والصوتية. وفور انطلاق المسيرة باتجاه قصر العدل، أبلغ وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبد الفتاح العلي عبر مكبر للصوت، أبلغ المتظاهرين أن المسيرة غير مرخصة، مطالبا إياهم بإخلاء المكان وعدم إغلاق الشوارع. لا تسكر الشارع لو سمحت. المسيرة هذه ممنوعة. لازم كلكم تعرفون أن هذه المسيرة مخالفة للقانون. أحملكم المسؤولية. وإثر عدم استجابة المتظاهرين لنداءاته، بدأت القوات الخاصة بإطلاق كثيف لقنابل الصوت والقنابل الدخانية، وفرقت المتظاهرين الذين اتجهوا للشوارع الضيقة في المنطقة. وحضرت قوات الأمن بكثافة في محيط مسجد الدولة الكبير والمنطقة التي يوجد بها قصر العدل، وأغلقت عددا من شوارع العاصمة ومنعت السيارات من المرور بها. وأثناء مطاردتها المتظاهرين، دخلت القوات الخاصة سوق المباركية، فيما تمركزت مجموعة من القوات الخاصة بين قصر نايف والمجلس البلدي، ومع إصرار المشاركين في المسيرة على إكمال طريقهم للوصول إلى ساحة قصر العدل. واستمرت المواجهات بين المتظاهرين والقوات الخاصة، ونجم عن ذلك تسجيل عدد من الإصابات والاعتقالات. وفي محاولة من المتظاهرين للتجمع في ساحة البلدية، بادرتهم القوات الخاصة بالقوة ليتم اعتقال بعضهم. وبعد تفريقهم في المباركية، اتجهت مجاميع إلى منطقة صباح الناصر لتصطدم بالقوات الخاصة التي فرقتها بالأسلوب نفسه. وغداة مسيرة كرامة وطن ثمانية، أكد النائب السابق حمد المطر أنه ينوي رفع دعوى دولية ضد وزارة الداخلية، متهما إياها باستخدامها مواد خطيرة ومحرمة ضد المشاركين في المسيرة، مؤكدا أنه انتهى من كتابة تقرير علمي عن خطورة القنابل الغازية التي استخدمت في فض المسيرة. ودعا المطر لجنة رصد الانتهاكات وجمعية حقوق الإنسان وجميع الجمعيات ذات الصلة للتواصل معه بشأن رفع القضية.